مشاهدينا، كما نتابع الآن في الشأن اللبناني، أطلقت قوة الأمن اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار كثيف لقوى الأمن عند كل المداخل المؤدية لساحتي رياض الصلح والشهداء. وتحاول قوة الأمن تفريق مناصرين لحزب الله وحركة أمل باستخدام الغاز المسيل للدموع وسط بيروت. نتابع أكثر مشاهدينا حول الأحداث التي تحدث الآن في ونصف بيروت. معنا الكاتب الصحفي أسعد بشارة من بيروت. سيد أسعد، أهلا بك على أكسترا نيوز. يعني صف لنا تفاصيل أكثر عما يحدث. يعني هناك أخبار وردت عن أن هناك اعتداء أيضا على قوى الأمن وتهدد باتخاذ إجراءات أكثر حزما. الحقيقة هذه فرقة الشبيحة يحركها حزب الله كلما اراد تحقيق هدف سياسي، تعتدي على وسط بيروت، تحاول السيطره على الساحه واحتوائها وتنفيس غضب الناس. ربما الامر يتعلق بالاستشارات التي ستجري الاثنين المقبل او محاوله تاثير الضغط والابتزاز في عمليه تشكيل الحكومه. بالنسبه الى ان يعني حزب الله خون هذه الانتفاضه منذ بدايتها واتهمها بانها تتحرك بالسفارات والسفاره الامريكيه وغيره، هذا اعتدنا عليه، وبالتالي هم يغرقون اكثر فاكثر في تصفيه الانتفاضه، ولكن هذه الانتفاضه هي انتفاضه حقيقيه، لا يمكن ان يتم تصفيتها بارسال البلطجيه الى وسط بيروت. طيب، هل بالفعل ستجرى الاستشارات النيابيه يوم الاثنين برايك؟ في ظل هذه الأحداث التي تتسارع وتيرتها، يعني مبدئيا تجاوزا لهذا التوتير الآن الذي يحصل في الشارع، أنا أعتقد أن الانتخابات استشارات نيابية يمكن أن تجرى، وعلى الأرجح هناك تسمية لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، لكن هم لن يعني يعطوا سعد الحريري بعد التسمية أي احتمال لأن يشكل حكومة كما يفترض، يعني أن حكومة تكنوقراط تنال الثقة والمصداقية دوليا كي تحصل المساعدة للبنان الغارق في أزمته الكبرى، وبالتالي يصرون على أن تكون حكومة سياسية ولو تحت ستار التكنوقراط. هو يرفض. إذا حصل التسمية لسعد حريري يوم الاثنين المقبل، يعني سيبدا نقاش جديد حول عمليه التشكيل، ولا اعتقد انه سيطول لان الحريري سيضع مهله اسبوعين لانجاز تشكيله، والا سيعتذر عن التشكيل ويترك هذا الفريق حزب الله وعون يتدبر الامر بنفسه. طيب سيد أسعد، يعني كيف قرأت صدى موقف باسيل من مسألة الاستشارات النيابية وانقلابه على سعد الحريري في الأيام السابقة؟ كيف قرأت صدى هذا على الشارع؟ هناك ارتياح لان يخرج باسيل وما يمثل باسيل من الحكومه، لان باسيل جزء من الفساد، كما ان هناك مطالبه للحريري بان ينأى لنفسه ايضا ويتم تشكيل حكومه تكليل شخصيه مستقله قادره كفؤاء لتشكيل الحكومه وليس ان يتولى الامر بنفسه. اما باسيل فالهدف ليس هدفا، يعني ليس هو ترفعا عن المشاركه له، هو اضطر لان يغادر لان حزب الله قال له غادر الان ونحن نتفاوض مع سعد الحريري. مغادرة باسيل هي تعبير عن أن الانتفاضة نجحت في إزالة هذه الأقنعة عن هذه الطبقة السياسية وما تمثله. باسيل يهدف إلى الابتزاز، يعني يبتز، يعني يشاغب على حزب الله إذا جاز التعبير، لأنه يريد أن يكون بالحصة المعهودة داخل هذه الحكومة. هذا ما لا يقبله الحريري، في حين حزب الله يحتاج الى سعد الحريري لشكل حكومه لانه غير قادر على تشكيل حكومه، مع ان لديه الاغلبيه النيابيه، غير قادر على تشكيل حكومه تنقذ الوطن. هذا هو مجمل ما وصلنا اليه بعد شهرين من اندلاع الانتفاضه. اشكرك شكرا جزيلا السيد اسعد بشاره الكاتب الصحفي، كنت معنا من بيروت.